تبي توصل للمسؤولين والجماعة. وحقيقة أنا أشوف أنا دابا أنا إبن راجو ما يحيد مني ما يحيد عليا حتى شي واحد هاد الشيء، لأن أنا فريق واحد اللي لعبت فيه مدة 18 سنة من الصغار للكبار هو فريق رجاء البيضاوي. كاينشي من بعد السؤال بدا كوكب مراكش كاع الفريق اللي كندربهم راه كيولوا فرق ديالي، ولكن فريق أم تيبقى فريق رجاء البيضاوي. كما شكرت الكوكب وشكرت السوالم، فريق رجاء البيضاوي حقيقة كان يعني كنتأسفوا يعني المشاكل اللي تخبط في هذه السنين. نشوفوا غير الجارة الوداد اللي حقيقة رئيس دابا 8 سنوات وتحقق ألقاب، هو دابا يمكن رابع مرة كيلعب نهائي. العكس حنا اللي دائما دابا بدنا تصعد الرؤساء ودائما كنعيشوا في المشاكل. خصنا كما قلت لك خصنا رجال، وخصنا مشروع رياضي، وخصنا أفكار رياضية، وخصنا إدارة احترافية، وخصنا كل واحد يدير العمل ديالو. لبغات الفريق يرجع للسكة الصحيحة ويعاود يفوز الألقاب، وحتى حاجة ما بعيدة غير خص يعني الناس تجمع وشو